امشي، انا همشي بالترتيب، امشي بالترتيب. ستة ستة. هل تعترفي انك اخطأتي لما قدمتي شخصية سماح على السوشيال ميديا واللي الجمهور اعتبرها انك بتتنمري على المحجبات؟ لا اكيد لا. ما ياما كل الفنانين عملوا شخصيات اللي هي كده. ليه استاذ هاني رمزي عمل في غبي منه فيه، استاذ عادل امام عمل في الشخصيه الست الصعيديه، ده ما فيش فنان كوميدي ما عملش كاركتر بنفس الافيه ده. امال انتقدوكي ليه؟ ليه انتقدوك؟ عادي. لا ما هي السوشيال ميديا كده طبيعي ان انت يعني هي انتقاد اكتر من مدح بقى دلوقتي كده. يمكن مثلا عشان هم عملوه في نطاق درامي او عمل سينمائي، لكن انت لا ليه 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 سكتش، عملت سكتش على السوشيال ميديا. ليه مش احنا بنشوف برامج الكوميدي كلها كلها بنشوف احمد فهمي واحمد اسمه ايه ده اكرم حسني وبيعملوا سكتشات وكلها كاركترز مثلا. انا مش قادره، مخي مش حاضر ان انا افتكر الفنانين اللي عملوا كاركترز في افلام في سكتشاتهم. وسكتش سكتش ما فيهوش اي تنمر ولا حاجه. ابقى اسمي بتنمر لو انا بشخصيتي ميس الطبيعيه اللي انا بتكلم معاكي دلوقتي وقاعده بتنمر على حد. لكن انت بتمثلي شخصيه طبعا واضح يعني اتس كاركتر وفي سيناريو بيتقال يعني. ما لا لا ما فيش كمان كارت واحد. هل شايفه انك اسأتي لنفسك ولموهبتك؟ هل شايفه انك اسأتي لنفسك ولموهبتك بعد تقديمك اعلان للملابس الداخليه؟ ندمانة على الاعلان ده؟ بصي اقول لك حاجه بصراحه، انا من وجهه نظري بعتقد انه لما يجي فنان ويطلع ويقول انا ما يهمنيش كلام الناس وانا ما بتاثرش وخليهم يقولوا وخليهم يعملوا اللي هو يقولوا اللي يقولوه ما دام انا مقتنع. انا من وجهه نظري الفالي هامبل اوبينيون انه اعتقد انه صعب جدا 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 على فنان حتى لو عارف انه حتى لو يا ستي حمله ممنهجه بيسموها وشافها ما يزعلش. هيزعل، احنا بشر طبعا، وسبيشال لما تكوني انت بتحبي شغلك قوي وتبقي عايزك تسمعي المدح وتسمعي الناس تشكر فيكي وفي موهبتك وفي جمالك. وانا بعد انا الاعلان ده ولا كان في دبي خالص، انا فاكره انا كل همي لما كان كلموني عشان اعمله قلت لهم احنا عايزين نعمله بطريقه فيها كده رقص وفوازيريه وجميله وكده فاهمه ازاي، هو ده كان هدفي. لا في دماغي كل الحوار ده. الناس هاجموا على مواقع التواصل الاجتماعي والموضوع وصل للبرلمان ومجلس النواب وقال لك انه في ايحاءات جنسيه وفي ايحاءات مش مظبوطه. زعل الناس، زعلني عشان انت في الاخر انا بطبعي بيرفكشنست يعني انا بحب ابقى اعجب كل الناس، بتضايق حتى لو عارفه انه الناس اللي عشان كده ما بقراش السوشيال ميديا وعشان كده ما بقراش الكومنتس اللي بتتكتب وعشان كده عشان ما تضايقيش نفسك. لان انا بشر. ندمتي على الاعلان ده؟ ندمتي على الاعلان ده؟ ندمت ان انا زعلت الناس او انا عايزه الناس كلها تحبني. كداب اللي يقول لك، بلاش اقول كداب، هتكلم عن نفسي كدابه لو انا قلت لك ان انا لو كانت حتى شريحه صغيره مش كبيره ما عجبهمش ده ما اذانيش وما زعلنيش. لا انا زعلت وقهرت وعيطت.